ارتبطت مجموعة ناس الغيوان المغربية بشكل كبير وواثق بالأحياء الشعبية وأحزمة البؤس المحادية للمدن الكبيرة، حيث لطالما صدحت بأغانيهم جدران المسارح كريال سنترال والأحياء الشعبية في المغرب قبل أن تنتشر صيحاتهم في كل أرجاء المغرب، مساهمة بذلك في خلق وعي سياسي وسط المغاربة الذين باتوا يتعطشون للأغاني الملتزمة. ولا يخفى على أفراد المجموعة الشبابية التي ظهرت في بداية السبعينات تأثرهم برياح التغيير التي هبت في كل دول الغرب في مطلع الستينيات، وأسهمت في ظهور مجموعات غنائية تتغنى بالتمرد والثورة ومواجهة الطغيان والاستبداد وإعطاء الكلمة للشباب للتعبير عن أفكاره وطموحاته. لكن لكل فرد من مجموعة ناس الغيوان كانت له هواجسه وعوالمه الخاصة والخفية البعيدة عن أعين الكاميرا والإعلام. فالفنان عبد الرحمن قيروش الملقب بباكو الذي يعد أحد مؤسسي هذه الفرقة الأسطورية كان مجذوبا وصوفيا، عالمه مسكون بالحال دون تصنع، حتى عويله في أغنية غير خذوني وصيحته الشهيرة خرجت تلقائية ولم تحذف في التسجيل، وهو شخصية فنية فريدة بأطوارها. سعيد محافظ مرافق المجموعة الغيوانية يحكي في إحدى سهراتي الفنية التي كانت تقيمها المجموعة: كنت بصدد جمع الآلات الموسيقية بمعية باكو، فإذا بأحد محبي الغيوان وعشاقها يتسلل إلى الخشبة ويطلب أخذ صورة مع باكو. لب الأخير رغبته، لكن انفجر لما طلبه الغيواني مده بالسنتير يلتقط صورة معه وقام بطرده. ويبرز هذا الحادث العفوي والارتجالي مدى ارتباط عبد الرحمن باكو بآلته الموسيقية السنتير الذي كان يقدسها بطريقة غير عادية. وفي هذا السياق يتابع مرافق المجموعة الغيوانية قائلا أثناء عزفه على آلته الساحرة: كنت ألاحظ شيئا غريبا، هو أن آلته على الرغم من عدم وجود الزيار كما هو الآن مساوية فإنها لا تسقط، فكان يضبطها قبل صعوده إلى الخشبة. لقد كان باكو المنحدر من مدينة الصويرة المعروفة بطبعها الصوفي وموسيقى غناوة ذات الأصول الإفريقية والأمازيغية ميزانيا كبيرا كما يقول محافظ، وهو ينقر جل الإيقاعات المغربية التي تنهل من التراث الحمدوشي وأقلال وغيرها من الإيقاعات الصعبة. وقد كان مجذوب ناس الغيوان الفضل الكبير في شهرة آلة السنتير ووصولها إلى العالمية، حيث كانت له الجرأة في إخراجها من طقوس غناوة المنغلقة ليضعها على جناح السفر مع الفنان العالمي جيمي هاندريكس. مرة كنا في حفل بمدينة تطوان، رأيت عجبا من الجمهور، فلأول مرة أرى جمهورا متفقا على أن يتابع فرقة ناس الغيوان بدون شوشرة أو رقص، فقط تصفيقات في الوقت المناسب، ويتابع الحفلة بهدوء تام وانضباط لم أعهده من قبل، يقول المتحدث ويستطرد قائلا: لكن عندما وصلت الفرقة إلى أغنية ناديني أنا وما إن دخل باكو في جذبته المحيرة
حتى انقلب الحفل رأسا على عقب، وأصبح كما يقال بالدارجة طايح أكثر من نايض، لأن رقصة باكو الفرجوية الممتعة من عالم غناوة اجتذبت للجميع وحركت فيهم الحالة والأحوال. المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.